خدام مع شركه ديال الامن خاص من شهر 8 وانا خدام معاهم حتى لشهر 12. كنتفاجئ بان راه واحد الشركه اخرى دخلت وجات عندنا سلمتني الكسوه. وهذيك الشركه خدمت معاها الشهر الاول، هذا الثاني خدمت معاها الشهر الاول والشهر الثاني وقع لي حادث شغل، وبالضبط نهار 22 في الشهر واحد بالجمعه كنا كانت تسليم النتائج ديال الوليدات. الور انا المديره جات عندي قالت لي ودي غادي تدخل لي العشرة بالعشرة ديال التلاميذ على حسب الاقتضاد اللي كان في امام المدرسه بزاف. المهم كنتفاجئ بواحد الضربه ديال الباب، ضرب واحد الشخص ضرب الباب برجله واحد الضربه بالجد. المهم انا كحارس امن خاصني نمشي نشوف نعرف اشنو كاين. انا الوقت اللي وصلت للباب ديال المدرسه الصغير، الباب الرئيسي الصغير ديال المدرسه، جيت نطل من واحد التقايبات كاينين في الباب. نعم. ملي جيت نطل من هذوك التقايبات كنتفاجئ بالضربه الثانيه، هرست القفل وضربني الباب لوجهي. ما تسبب لي في ربعات الغرزات الداخليين وربعه خارجيين على حسب تشخيص طبي في مصلحه جراحه الوجه والتجميل في 20 غشت. نعم. ومن بعد ما وقع الحادث بحال هكا، المديره الله يجازيها بخير صورتني، خدات لي صور فوتوغرافيه داخل المؤسسه على اساس انني حادث شغل هذا، وسولتني قالت لي واش هاد الشخص اللي ضرب الباب من اللور واش شتيه من تقايبات؟ قلت لها يا استاذ راه واحد السيد راه ديجا جا خدم من عندك شهاده مدرسيه في شهر 10 ويلا شتو راه عيني زرقين وغليت شويه. نعم. من اللي قلت لها بحال هكا قالت لي واش تقدر توريه لي وص من هاد الملفات المدرسيه؟ قلت لها ايه نعرفوها استاذ الا شفتو. بدات كتوريني في الملفات المدرسيه، طاحت عيني عليها قلت لها هذا استاذه، سلمتني لادريس ديالو المسائل، عيطت للامن المدرسي، جا الامن المدرسي اللي بالدور ديالو هو وجهني للسبيطار القرب ديال العاليه هنايا، لحقاش السبيطار اللي كاين تما كاينه خاصو غير الكورونا. جيت لهنا للسبيطار العاليه داروا لي الاسعافات الاوليه وقالوا لي ضروري خاصك تمشي ل 20 غش. مشيت رجعت على اساس التوجيهات ديال الشرطه المدرسيه لامن اناسي، رجعت للدائره التشارك، لقيت واحد السيد واقف تما قال لي ودي راني عيطوا لي وراه قالوا لي شنو كاين. قلت له ودي راه قال لي عطيني لاكارت ديالك، دخلت معاه المكتب عطيته لاكارت ديالي، حكيت ليه التفصيل بالتفصيل. قال لي سولني قال لي واش عندك العنوان ديال هاد السيد هذا؟ قلت لي ايه كاين عندي العنوان، راه عطا سلمته لي المديره مشكوره على هاد المجهود اللي قامت معايا به. سلمته العنوان، عمر المحضر، وقعت عليه، دازت المده، رجعت للمؤسسه لقيت المديره كاتبه لي تقرير عاطيه واحد للشركه، قالت لي ترى واحد راه سلمناه للشركه وراه واحد ديالك نتايا باش تضمن الحقوق ديالك. المهم انا الوقت اللي خرجت من الكوميساريه هبطت 20 غشت، قضيت المسائل ديالي، قلت شي لوحدات لي العاده انا غادي في الطريق، اتصل بيا الشاف والباترون قالوا لي مالك شنو وقع؟ قلت لهم كاين، قال لي تكتب لا وانت دابا بحال كتنصب على الشركات بهذه الطريقه هذه، مع العلم انني انا ما عمرني خدمت مع شي شركه، اول شركه وهي هذه اللي خدمت معها واللي مشات وخلاتني في ايد هذه الشركه الجديده. انا ما عنديش باش نخلص تريتا والوليدات وهذه، اضطريت انني انا نعطي الكسوه ولكن بحاجه وحده، قلت لي صيفط لي الشاف ديالك، انا راني مريض، صيفط لي الشاف ديالك للمحل ديالي. نعم. ملي صيفط لي الشاف ديالو انا اضطريت خفت ليعود نديكلاري بيا بانني سرقت كسوه اولا هادي، اضطريت انني نصور الشاف وانا كنسلمو الكسوه ديال الشركه امام السكن ديالي. ومن بعد ولا كيتصل بيا سميتو الباترون وكيهددني شي كلمات نابيه صراحه، معيور سبان هادي، ما غتصور منا والو، ما غادي دير، ما غادي تفعل، ما غادي ترك، ما بقى كيجاوبني حد، ما بغى يجاوبني حد. في الاخر جاوبني الباترون وقال لي انت راك ما بقيتيش خدام معانا. قلت لي علاش؟ وانا راني كنت مريض ودافع لكم شواهد طبيه، علاش غادي تحط؟ راه ماشي انا راني مضروب هنا في المدرسه، قلت لي وماشي راه ضربني الباب ديال المدرسه، انا راه تا داك الشخص راه ما بيني وبينه حتى شي علاقه، انا راه خدمت في شهر 8
زعما كاين هذا التلميذ هذا اللي كان منقطع عامين هادي. والنداء الثالث كان وجهو للسيد وكيل جلالة الملك باش ياخذ اجراء ضد هذا اللي ضرب الباب من اللور ديالي وكسر الباب القفل ديال الباب ديال المدرسه وتسبب لي في هذا الحادث. الشغل اللي تنكروا لي ليه الباترون ديالي اللي انا خدمت خدام لصالحه. وكنشكر المديره التربويه اللي هي ساندتني لحقاش كانت حاضره للحديث وزعما كاينه هي تدارتها وكنوجه لها الشكر الخالص.